الحكم القضائي الصادر في قضية الطفلة إلا طنوس والقاضي بتغريم الطبيبين والمستشفيين مبالغ مالية، استند فيه القاضي طارق البطار على تقارير اللجنة الطبية المؤلفة من عدد من الأطباء يرأسهم النقيب شرف أبو شرف، وقد أقرت اللجنة بوجود خطأ طبي أدى إلى بتر أطراف الطفلة إلا أن الحكم أثار حفيظة نقابتي الأطباء والمستشفيات وحرضهما على الإضراب أسبوعا والاعتصام أمام قصر العدل. وفي محاولة لإبطال مفاعيل الحكم والعثور على مخرج قضائي آخر، اجتمع النقيب أبو شرف ورئيس الدائرة القانونية في النقابة القاضي غالب غانم بالمديرة العامة للوزارة القاضي رولا شفيق جدايل. الأطباء اللي اشتغلوا لم يتوينوا عن إعطاء كل اللي لازم ينعطى بهالحالة الصعبة النادرة والمستعصية، ويلي بنعرف انه ب 90% من الحالات بتؤدي اما الى الوفاه واما الى بتر الاعضاء. بعتبر القرار يلي طلع من القاضي قرار ظالم وجائر. شو ما انعطت الطفله بضل قليل بالحاله يلي هي فيها. نعم في مضاعفات بتصير اما نتيجه الالتهاب بالدرجه الاولى مثل بهالحاله، وفي مضاعفات نتيجه الادويه اللي عم تتاخذ كمان بتصير، وفي أخطاء أحيانا بنعملها كمان موجودة بالظروف الصعبة والنادرة، ولكن ما في نية جرمية. حضر عدد كبير من الأطباء إلى محيط قصر العدل في خطوة لدعم نقيبهم واعتراضا على الحكم الذي أصدرته المحكمة الاستئنافية في بيروت. كذلك حضر نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون مؤكدا دعمه لقرار النقابة. بالحالة الطفلة إلا طنوس تحديدا، نحن التحقيقات اللي عملناها أول ما صار الحادث أثبتت أنه ما في تقصير من قبل هالمستشفيين بالعناية بالطفلة. إذا هذا الحكم حط مقصلة على رقبة المستشفيات وعلى رقاب الأطباء بذات الوقت. المستشفيات رح تكون أكثر حذرا والأطباء رح يكونوا أكثر حذرا بالقبول انه ياخذوا المريض على عاتقهم. نحن ما بنقبل بهالحكم اللي صادر. نقابة المستشفيات في لبنان أصدرت من جهتها بيانا أكدت فيه التوقف عن استقبال المرضى في جميع المستشفيات الخاصة في مختلف الأقسام بما فيها العيادات الخارجية باستثناء الحالات الطارئة ومرضى غسيل الكلى والعلاج الكيميائي. وأشار البيان إلى أن الإقفال سيمتد إلى 15 من الشهر الحالي. ماريو بدر، قناة الجديد.